ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى جلاش بالكريمه، حاجه حلوه بقى نحل بقى كده تبقى ايه. يعني عندنا لفه جلاش اهيت، وعندي الكريمه اهيت، كريمه اهيت عملتها اهيت على البوتاجاز اهي. هتجيبي 3 كوبايات لبن عشان تبرد بس معايا عشان احطها للجلاش، 3 كوبايات لبن و3 معالق نشا و3 معالق سكر، وهتقلبيها على البوتاجاز ويديكي معاها في التقليب لغايه ما تبقى زي المهلبيه، وهتسيبها هتفضاها بقى بقولها هي تبرد عشان ما تعملش منك قشره بقى، ترش عليها شويه سكر صغيرين كده على الوش. يعني شايفين مش عامله قشره ولا حاجه. وعندي زبده او سمنه اللي موجود عندي، او زيت على سمنه. وعندي الشربات اللي هو 2 كوباية سكر و1 كوباية مية وشويه قرفه، هتسيبيها على وعصره ليمون، هتسيبيها على البوتاجاز 10 دقائق او 15 دقيقه وتطفي عنه، وتسيبيه لما يبرد هنسقي بيه الجلاش. معايا لفه جلاش اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط في الصينية ايه؟ سمنة، عندي هنا سمنة، هنسيب بقى الجلاش كده ورقة ورقة، الورقتين مع بعض عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل طبعا عشان دي ايه توريقة. الهام بالفرشة على فكرة مش بياخد سمنة منك كتير. عادي بقى واحدة متقطعة احط في النص. أهم حاجة أنا عايزة ايه، هبتدي بقى احط الكريمة اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم، في النص اهي. بعد ما تطفي عن الكريمه خالص تحط لها ورقه فانيليا عشان تبقى الحته جميله دي، جميله اهي الكريمه جميله. نبتدي بقى اقفل عليها كدهوت الاطراف اللي هي اهي، انا سايبها بره دي، واكمل بقى عليها عادي. نحط الورق اللي دوت على الوش اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم. كل طبعا احطها هذه بين الطبقات. مقطوعة عندي اهي، ناخدها برضو ما عندناش حاجة تتبقى. بص بقى الحرف اللي هي ده اهي، هنزلها لتحت اهي زيادة اللي هي عشان اغطي بقى ايه كريم. كريمه الكداب طيب ايش كده، اخرطها بقى بشويش كده اهيت
عشان الكريمه اللي في قلبها. السمنه اللي باقيه اهيت على الوش اهي، انا اصلا دهناها بين الطبقات ووديها بقى على الفرن. الفرن يعني ايه؟ متوسط الحراره 170 درجه. لما تحمر من الاطراف وتحمر اطلعها. اللهم صل على النبي. جميل كده بس اشرب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شربات تقيل اهو، استنى لما الشربات يبرد. هي سخنه والشربات بارد. اللهم صل على النبي. حاول ما يجيلك كده عشان تشرب الشربات. اتفضلوا بقى من هنا وشك. تنسوا تحط عليها شويه مكسرات بقى على الوش كده. طبعا مش هقطعها لما تبرد عشان الكريم. افضلوا بقى بالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه حبايب قلبي. نلقاكم.